الحمد لله على السلامة يا مختار بيه، يا كبير يا عظيم يا راجل يا صاحب المبادئ والمثل العليا، يا اللي قالوا فيك شعر وهم عاملينك حفلة تأبين ويقولوا الله يرحمه. لكن أتاري اللي مات مش انت، لكن حاجات كتير جواك، والحمد لله ان انا اكتشفت الحقيقة. رحت المدام واطمنت عليها؟ عاملة ايه دلوقتي؟ وابنكم اخباره ايه؟ ولد ولا بنت؟ انت سايبني ورايح فين؟ انت وقولي طلقتها ولا لسه؟ البنت دي لازم تتطلق وفورا، واللي في بطنها ده ينزل ويروح في 60 داهية. مهنا مش هسمح لها يبقى لها ابن منك عايش ويشيل اسمك. سامعني يا مختار؟ وبعد كل ده ما هيخلص هنقعد مع بعض ونتحاسب، بس الحساب مش هيبقى زي كل مرة. الحساب المرة دي هيبقى عسير قوي. أرجوكي هدي نفسك يا حكمة هانم. أهدى إزاي؟ بعد كل اللي حكيته لك وبتقول لي أهدى؟ أتاريني كنت عايشة مع مخدوعة وأنا مش دريانة. تشربي قهوة؟ أنت لازم تجيب اللي اسمها جانو هنا وتحقق معاه. مش بعيد يكون ليها يد في اللي حصل لمختار وفقد ذاكرته. مش أسراره كلها كانت معاها؟ طب ما احنا سبق وحققنا معاها. أيوه، بس ده قبل ما نعرف انه متجوزها عرفي. لا احنا عارفين من فترة انه متجوزها، من ساعة ما حققنا في ظروف حادثة عربية مختار. بتقول ايه؟ انت كنت عارف انه متجوز البنت دي وخبيت عليا؟ ما افتكرش انك لو كنت عرفت الحكاية دي كان هيفيد بحاجة، بالعكس كان هيعقد المسألة اكتر وقتها. انت كنت عارف وما قلتليش؟ ده شغلي يا حكمة هانم، وانا بس اللي اقرر ايه اللي يعلن من معلوماتنا وايه اللي لازم يفضل سر لمصلحه التحقيق. سر؟ سر عليا انا؟ ويا ترى في اسرار تانيه مخبيها عليا؟ ما تنسيش انك في مكتبي يا حكمه هانم، ما احبش حد يعلي صوته عليا ابدا. الظاهر ان انا كنت غلطانه لما افتكرت انك انت في صفي وتهمك مصلحتي. انا مش في صف حد ولا ضد حد طول ما انا في المكتب ده وعلى الكرسي ده. وارجوك يا حكمه هانم تفصلي ما بين النسب والشغل. حاول تفتكر ان بنتك تبقى مرات ابني ومصلحتها من مصلحتنا. سيبك من الشعارات والكلام اللي هيودي ولا هيجيب. عن اذنك. معقول يا بابا تبقى عارف حاجه زي دي وتخبيها علينا كلنا؟ حتى عليا انا؟ معقول؟ انت هتعملي زيها ولا ايه؟ يا بابا ده انا بنتك الوحيده، كده ما تقوليش على حاجه زي دي. اكيد طبعا حماتي هتفتكر ان كنت عارفه وخبيت عليها. تفتكر زي ما تفتكر هي حره. بس عارف يا بابا، برافو عليك، انت كده اديتها قلم على وشها عشان تبطل غرور اللي راكبها ده. انا ما اديتش حد قلم على وشي، وبلاش تتكلمي بالطريقه دي. بس انا كان نفسي اتفرج عليها لما تعرف ان ممكن مختار اتجوز عليها. دي كانت هتبقى فرجة. شمتانة فيها؟ أصل يا بابا عمري ما شفتها عندها نقطة ضعف، طول عمرها قوية ومستقوية. مفيش حاجة تكسر الست غير حاجة زي دي. طب فوقي نفسك بقى وفوقي من اللي أنت فيه، قبل ما جوزك يفكر إنه يعمل اللي أبوه عمله. بابا أنت بتشبهني بيها؟ مش طول عمرك معجبة بشخصيتها؟ رغم الخلافات اللي بينكوا وأفقد الضعف حاجات كتيرة. اي بس هي المره دي عندها حق 100%، وممكن مختار فعلا لازم يطلق جانو ويتبرى من ابنه منها. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه بابا السؤال الغريب ده؟ الولد ده كده هيورث مع حازم ومنار وتبقى الاسم باظت. الموضوع مش ناقص، شقه لندن وراحت، والفيلا حكمه هتكتبها باسمها بالتوكيل اللي معاه، يبقى مش ناقص غير العزبه. والافضل بقى ان تتكتب على 2 بدل ما تتكتب على 3. هو ده بقى كل اللي يهمك في الموضوع؟
هي مصلحتي ما تهمكش يا بابا، ولا عاوز جوازتي من حازم تنزل في الاخر على ما فيش؟ كل اصحابي اتجوزوا جوازات احسن مني، اللي اتجوزت مليونير واللي اتجوزت سفير، محدش فيهم خاب خيبتي. للدرجات دي يا كاميليا انت ندمانه على جوازك من حازم؟ الظاهر فعلا ان جوازتي من حازم هتنزل في الاخر على ما فيش، والحكايه ما تستاهلش، وان كان على قلبي هدوس عليه. انت مش هتنامي بقى علشان اعرف انام انا كمان ولا ايه؟ ولا هيجي لي نوم ازاي بس يا علاء، والبيت مولع حريقه، انا مش قادر اصدق اللي بيحصل. عندك حق، مين كان يصدق ان والدك يتجوز في السر؟ ومن مين؟ من السكرتيره بتاعته. ده ابوكي ده طلع نمس كبير قوي، هتاري ولاد الاصول زينا زيهم بالظبط ومفيش اي فرق. انت بتقول ايه؟ انت ازاي تتكلم على بابا بالشكل ده؟ عندك وصفه تانية للي حصل؟ كلامك زي ما يكون فيه شماتة. انا مالي يا ستي، انتوا حرين مع بعض، انا مش ناقص مشاكل مع والدتك. مشاكل مع ماما؟ قصدي يعني مفيش. علاء في ايه؟ انت بقالك فتره من ساعه ما رجعت من جنازه والده صاحبك وانت مش طبيعي. يوه مش طبيعي ازاي يعني؟ حاسه انت مخبي عليا حاجه، تصرفاتك وطريقتك معايا مش زي زمان. انا مش بخبي عليك حاجه، انت بس اللي بيتهيألك. تفتكر؟ ايوه افتكر طبعا، لازم افتكر. انت عايز تعملي خناقه ولا ايه؟ مش كفايه علينا خناقات والدك ووالدتك؟ تصبحي على خير. صباح الخير يا مدام، اجهز لحضرتك الفطار؟ ابعد عني، انا مش عايزه حاجه. مستني ايه يا مختار؟ مستني ايه؟ هتستناها لما تولد وتحطنا كلنا قدام الامر الواقع؟ اعمل حاجة، اتصرف. انت عايزة مني ايه؟ الاجهاض خلاص ما عادش ينفع دلوقتي. وايه اللي ينفع من وجهة نظرك؟ الحمد لله ان انت اتجوزتها بورقة، الورقة تتقطع وهي مش هتقدر تعمل حاجة، لان الجواز اللي من النوع ده لو الزوج انكر ان هو متجوز المحكمة بترفض تسمع دعوة زواج من اصله، يعني هي مش هتقدر تثبت انها كنت متجوزها ولا ان اللي في بطنها ده يبقى ابنها. ده انت بقى سألتي واستقصيتي وعرفتي. انت هتتريق عليا؟ ده بدل ما تتأسف وتندم على العملة السودة اللي انت عملتها. شوفي يا حكمة، انا جايزة فكرة الله، لكن اللي بطنها ده ابني ومستحيل انكره. انت بتقول ايه؟ اللي انت سمعتيه. تبقى جننت رسمي. احفظي ادبك. انا اللي احفظ ادبي يا مختار. حكمة، ايه يا بابا؟ ايه يا ماما، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ تعالوا شوفوا ابوكوا، اسمعوا بيقول ايه. الاستاذ المحترم عايز يبقى له ابن من الهانم سكرتيرته، عايز يجيب لكم اخ، ومش بعيد كمان يجيبه هنا نربيه معاكم في البيت. لكن ده بعدك يا مختار، نجوم السماء اقرب لك. ما بقاش انا حكمت لو ده حصل. انت الظاهر نسيت انا ممكن اعمل ايه، ولو كنت نسيت انا ممكن افكرك. هدفع لك 100,000، أظن ده مبلغ عمرك ما كنتش تحلمي بيه، وحلال عليك الشقة اللي جابها لك مختار، والتمن إنك تسافري بره مصر خالص، أولدي مطرح ما يعجبك، بس الولد ما يكتبش باسم مختار، اكتبيه باسم الراجل اللي يعجبك، بره محدش بيسأل ولا يستفسر. أنت فاكراني إيه يا مدام؟ انا عارفه كويس انت ايه، مش محتاجه حد يقول لي. انت فهماني غلط، انا مش زي ما انت فاكره. مختار ما عادش منه فايده، لا منصب ولا فلوس ولا عنده حاجه يديها لك عشان تفضلي على ذمته وتخلفي له عيل. انا مش عايزه من مختار اي حاجه من اللي انت بتقولي عليها. انا لما اتجوزت مختار اتجوزته عشان انا حبيته، عشان هو الراجل الوحيد اللي عمري ما حبيت حد غيره.
الكلام ده ممكن تتحكي عليه بيه، لكن احنا ستات زي بعض، الكلام ده مش هينفع معايا. هي دي الحقيقه، حتى لو انتي ما انتش عايزه تصدقيها. ربع مليون يا جانو، ما عنديش اكتر من كده. واوعي تقولي لا وتفتكري ان مختار ممكن يجيلك اكتر. انا مش بقولك انتي فهماني غلط، انتي لو اديتيني فلوس الدنيا كلها انا مش ممكن اعملك اللي انتي عاوزاه. عارفه ليه؟ لان ابني اللي جاي ده اغلى عندي من الدنيا كلها، اغلى عندي من اي فلوس انتي ممكن تدهاني، لانه ابن مختار، الراجل اللي حبيته واللي تمنيت يكون لي ابن منه. انا خلاص ما عدتش عايزه اي حاجه من مختار. انا يوم ما اتجوزت مختار وارتبطت بيه كنت عارفه كويس قوي ان ارتباطنا ده مش هيدوم وجوازنا مش هيستمر لعده اسباب. اولها انتي، انا مش هزعل لو مختار طلقني، وما عنديش مانع ابعد عنه لاخر الدنيا، بس مفيش قوة في الدنيا ممكن تاخد مني ابني او تخليني اكتبه باسم واحد تاني. انتي بتتحديني؟ انا ام وبدافع عن ابني، عن ابسط حقوقه في انه يتنسب لابوه. نجوم السماء اقرب لك، سامعاني؟ وما دام انتي مصرة على اللي في دماغك يبقى تشوفي بتستحملي انا هعمل ايه. انا هفضحك وهبهدلك في الدنيا كلها، ومختار يستحيل هيعترف بالولد ده لو طارت رقبتك، وساعتها هتبقي لا طولتش سما ولا ارض. انت ايه اللي عملتيه ده؟ ايه اللي عملتيه؟ باي حق تروحي لها وتقولي اللي قلتيه؟ باي حق؟ انت اللي بتسال؟ الحقوق اللي ليا عليك كتيره قوي يا مختار، اولهم ان انا مراتك وام ولادك ومشيت معاك الطريق من اوله لحد ما وصلت اللي انت فيه، وتانيها ومش اخرها انك مدني لي بالفضل في حاجات كتيره قوي، ما كنتش مستنيه رد جميل باللي انت عملته. اللي حصل حصل خلاص، الغلطه ممكن تتصلح. مستحيل، اللي في دماغك مستحيل يحصل. سامعاني يا حكمت؟ نجوم السماء اقرب لك. يبقى اطلقني يا مختار. اطلقك؟ لاني مستحيل هعيش مع ضرة للدرجه دي. لازم تختار وفورا. الحق يا بابا. ايه ايه في ايه يا منار؟ ده لازم زميلة جانو في المكتب اتصلت بتقول ان جانو جالها تسمم حمل ونقلوها المستشفى. الحمد لله على سلامتك. ربنا ما أرادش يكون لي ابن منك. المهم انك قمتي بالسلامة. كأن ربنا بيعاقبني، بيحرمني من أغلى حاجة عندي في الدنيا. أرجوك كفاية، ما تقوليش كده. ده مش عقاب ليك لوحدك. أنا آسفة يا مختار، تسببت لك في مشاكل كتير، بس كان غصب عني. الظروف كانت أقوى مني، لكن خلاص كل حاجة رجعت لأصلها. تقصدي ايه؟ ارجع لبيتك يا مختار، ارجع لأولادك ومراتك، مفيش داعي تهدم حياتك على شيء. أنا مش ممكن أتخلى عنك أبدا. اللي بينا خلاص راح، اللي جاي ممكن يعوض اللي راح. عمر اللي راح ما بيرجع، عمرنا ما هنرجع زي زمان. أرجوك يا مختار طلقني. أطلقك؟ أنت اللي بتقوليها؟ وحيد أغلى حاجة عندي، وحيد ابني اللي راح مني. طلقني، انساني زي ما كنت ناسيني. ارجع لبيتك وولادك. وانت؟ انا تصدق انا من يوم ما اتجوزتك وانا في عز فرحتي معاك، وانا كنت عارفة ان اليوم اللي هتسيب فيه بعض حقيقي حقيقي، كان بيطاردني في كل احلامي.
ايوه يا منصور. لسه عندها في المستشفى؟ طيب مش هوصيك، مع السلامه. يا ترى بتقول لها ايه يا مختار وهي بتقول لك ايه؟ لا مستحيل اطلقك، كفايه اني ظلمتك مره، ما اقدرش اطلقك واظلمك مره تانيه. انت ما ظلمتنيش يا مختار. كفايه انك اتحرمتي من ابنك، عايزه تخسرينا انا كمان وتبقي دفعت الثمن مرتين. ده انسب حل ليا انا وانت. ارجوكي ما تسرعيش في قرارك. تفتكر لو انا فضلت على ذمتك حياتنا هيبقى شكلها ايه بعد كده؟ مختار اللي انا حبيته واتجوزته خلاص ما بقلبوش وجود. انا حتى لو مختار اللي حبيته واتجوزته كان لسه موجود كنت برضه هطلب منه يرجع لبيته ومراته. انساني. الحمد لله على السلامة يا مختار. أنا كنت واثقة ومتأكدة إنك عاقل، وفي النهاية هتقول إن مالكش غير بيتك وولادك ومراتك، وهترجع له بعد ما تطلق البت اللي ضحكت عليك بكلمتين. إحنا لازم ننسى اللي حصل، وأنا مش هعاتبك ولا حلوك. عارف ليه يا مختار؟ لأن أنت مالكش ذنب في اللي حصل. اللي له ذنب مختار التاني اللي معدوش وجود دلوقتي، وأنا مش عايز أخدك بذنبه وحاسبك على أعماله. لكن لو مختار التاني رجع هيبقى حسابه معايا عسير. اوعى تفتكر اني هسامحك صحيح زي ما قلت لك يا مختار. انا ممكن اسامحك على اي حاجه في الدنيا الا دي، ولا يمكن هغفر لك ابدا انك اتجوزت عليا بالسرعه دي يا استاذ فخري. ما انت شفت والدك كان مستعجل على البيع ازاي، ولحسن الحظ انا اول ما وكلت مكتب العقارات في لندن لبيع الشقه جه مشتري تاني يوم ودفع كاش، وانا حولت المبلغ لمصر ورقم الحساب اللي اتودع فيه المبلغ موجود في الدوسيه. كمان يا سيدي اتفقت مع مقاول كبير هيبتدي انشاء المسجد من بكره، والعقد بتاعه موجود في الدوسيه. عليك انت بقى تتابع العمليه وتديله مستحقاته. تعبناك معانا يا استاذ فخري. لا تعب ولا حاجه. المهم طمني، والدك عامل ايه دلوقتي؟ والله يا استاذ فخري من ساعه اللي حصل له وطلعه من جانه وهو قاعد معتكف في الفيلا، لا بيقابل حد ولا بيكلم حد. الاستاذ فخري ودى الاوراق دي لحازم في الشركه وهو اداها لي عشان اديها لحضرتك. مبسوط يا بابا؟ تاكد يا بابا ان احنا مش بنلومك على اللي حصل. اللي حصل حصل خلاص، خلينا ننسى الماضي ونبتدي من جديد. منار انا في سؤال محيرني وانا متاكد ان ما حدش هيجاوبني عليه بصراحه الا انت. اسال يا بابا. تفتكري أنا ليه اتجوزت تاني على ماما؟ أنا ما كنتش سعيد معاها؟ أنتوا كنتوا كنا إيه؟ اتكلمي أرجوكي. أنا كنت ملاحظة في الفترة الأخيرة إنكم بتبعدوا عن بعض. طب بنبعد عن بعض ليه؟ أنا ما اتعودتش أتدخل بينكم، بس اللي كنت ملاحظاه انكم في السنين الأخيرة بتحاولوا تبانوا قدامنا انكم مبسوطين وصاعدة مع بعض، لكن من جوايا كنت بحس ان المسافة بينكم بتكبر وتبعدوا عن بعض يوم عن التاني، وكنت كل ما احاول اقربكم من بعض
الاقيكم تبعد عن بعض اكتر. وبصراحه يا بابا ده كان مجال حضرتك اكتر، ويمكن بعد ماما كرد فعل عشان كرمتها. طب ليه؟ ايه السبب اللي خلاني ابعد؟ انا محتاج اعرف. يا ريتني كنت اعرف، السؤال ده حيرني كتير وما لقيتلوش اجابه لحد النهارده. مؤكد في اسباب. ست ادتني كل حاجه ووقفت جنبي وعمرها ما تخلت عني. ايه اللي خليني ابعد عنها زي ما بتقولي واتجوز عليها؟ منار، انا هسالك سؤال وارجوكي تجاوبيني بصراحه وما تتكسفيش. انا مع ماما كنت ندل او قليل الاصل. لا يا بابا اوعى تقول كده ابدا. امال ايه السبب؟ مين عارف اللي كان جواك بالظبط؟ مشاعر الانسان دي زي موج البحر، عمر ما بيفضل على حال. لكن الفرصه في ايدين حضرتك تبتدي من جديد وتاكد ان ماما نسيت اللي حصل. حكمة لا يمكن تنسى او تسامح. ليه بتقول كده؟ اللي شفته منها في حكايه جانو هو اللي بيقول كده. ما تعتبهاش على الموقف اللي عملته. اي ست في مكانها كانت هتعمل نفس رد الفعل. ما هو مفيش حاجه ممكن تجرح اي زوجه في كرامتها اكتر من انها تكتشف ان جوزها متجوز عليها وفي السر. لكن انا واثقه ان كل حاجه هتتصلح. ايه راي حضرتك تغير جو بدل حبستك في المكتب كده ليل نهار؟ ماليش نفس لاي حاجه. طب انا عازمك على العشاء انا وانت بس. بلاش يا منار. طب لو قلت لك عشان خاطري. هي بابا انت وحشني قوي ونفسي اخرج معاك زي زمان. ممكن انا بقى اللي اسوق؟ لا انت تركبي وانا اللي هشتغل سواق. يلا. مبسوطة يا منار؟ قوي قوي يا بابا. امال جوزك ما جاش معانا ليه؟ علاء اصل هو تعب شويه في التمرين فراح البيت عشان يستريح. تسمح لي بالرقصه دي؟ لما كنا بنخرج مع بعض انت اللي كنت بتطلبها مني، المره دي بقى انا اللي بطلبها منك. وانا برفض طلبك. بترفض؟ لان مش معقول انت اللي تطلبيها مني. اسمحي لي بالرقصه دي يا ست الحسن والجمال. كل ما بتبتسمي بحس ان الدنيا كلها بتضحك. ايه بتبصي لي كده ليه؟ عارف يا بابا انا بعزف جانو. جانو؟ طبعا. لما تبقى ليل نهار قدام راجل زيك ووسامتك ورجولتك اكيد لازم تقع في حبك. طب اذا كان ليها عذرها انا كمان نفسي اعرف عذري اللي خلاني اتجوزها. بحياتك يا ولدي امراه عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها انغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر. انت مين؟ انت مين انت؟ ومين اللي بصلاتك تمشي ورايا؟ انت واللي هموتك في ايديا. انت انت بابا ارجوك كفايه يا بابا ارجوك كفايه. قول يا بابا سيبه. استنى، مين اللي بعتك ورايا؟ مين اللي بعتك ورايا؟ يا بابا عشان خاطري. بتتجسسي عليا يا حكمة؟ وبعت ورايا اللي يعد عليا خطواتي ليل ونهار. اهدى يا مختار، انا مش براقبك ولا حاجه. امال اللي كان ماشي ورايا داير يا ابني واللي اعترف انك اجرتيه عشان كده يبقى ايه؟ ايوه انا اجرته صحيح، لكن عشان يحميك مش يراقبك. يحميني؟
يحميني من ايه؟ من اللي حاولوا يموتوك قبل كده وحرقوا العربيه باللي فيها، من اللي طلعوا ورانا لندن وفتشوا الشقه، ومين عارف كان ممكن يعملوا فينا ايه. انت عشان كده رجعتنا؟ ايوه. طب مين دول اللي طلعوا ورانا لندن وفتشوا شقتنا وليه؟ يا ريتني كنت اعرف السؤال ده. اجابته عندك. شوف انت عملت ايه كان تمنه اللي حصل لك واللي ممكن يحصل لك. شفت بقى ان انا كنت بحميك مش براقبك؟ اوعي تفتكري انك هتضحكي عليا بكلمتين، لان خلاص الحقيقه بقت ظاهره زي الشمس. انهي حقيقه؟ الحقيقه اللي شغلاني. مؤكد الاسلوب ده مش جديد، لان الانسان ما بيتعلمش الحاجات دي من يوم وليله. اكيد ده كان اسلوبك معايا من زمان. بتقول ايه؟ ده جزائي ان انا خايفه عليك؟ لو خايفه عليا كنت حسيت بيها زمان وانا جنبك وعندي ثلاث شرايين مسدوده في القلب، وانت ولا انت هنا ولا دريانه ولا حاسه، لانك شغله دماغك بحاجات شايفاها اهم بكتير. كفايه بقى كفايه، انا عصبي دامت بعد انت تستعمل. منار منار. الف سلامه ليها. وهي عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله، ولو ان اعصابها لسه تعبانه. عندها حق. مين كان يتصور ان بيت مختار العزيزي وحكمة هانم اللي كان بينضرب بيه المثل وكل الناس بتحسدهم عليه تولع فيه النار بالشكل ده، ويطلع مختار العزيزي متجوز على مراته؟ غريبة. انا كان بيتهيالي ان رد فعل والدتك هيكون اكتر من كده بكتير، مش مجرد تزعم من والدك وتتقمص. ولا هي بقت بتفوت الايام دي ومبقتش زي زمان؟ كاميليا مش هترجعي معايا بقى؟ هرجع ليه بقى ان شاء الله؟ كاميليا انا محتاج لك قوي. لو كنت محتاج لي ما كنتش خليتني اجي عند بابا عشان اهدي اعصابي. يا ريت ننسى اللي فات ونبتدي نفكر فيه. ما تتعبش نفسك، ولو كانت اعصابك تعبانه روح لست والدتك وهي تهديها لك. انا خلاص ما بقاش عندي حاجه اخاف عليها. يعني ايه؟ يعني كفاية بقى بهدلة وقلة قيمة، وما عنديش جوزي دفع عني ولا يقول فيا كلمة كويسة. ما هو خايف، خايف للست والدته تزعل منه والبي بابا. يعني هو ده قرارك الأخير يا كاميليا؟ قرار الأخير أنا لسه ما قلتوش، لكن هتسمعه دلوقتي حالا. مساء الخير يا ماما. مساء الخير. ايه هي ما جاتش معاك؟ لا، طلب الطلاق. طلاق؟ هي وصلت الطلاق؟ طب يا ريت تدي خبر لابوك عشان يعرف الانجاز العظيم اللي عمله من ساعه ما رجع لنا بالسلامه. واديني بعلي صوتي اهو عشان يسمعني، حتى لو كان حابس نفسه في ام. ايه اللي انت عملته ده يا مختار؟ الظاهر كان المفروض اني مرجعش هنا تاني، وان عدم رجوعي او حتى موتي كان هيريح كل اللي هنا. سامحني يا ابني اذا كنت سببت لك مشكله. روح لمراتك واعتذر لها بالنيابه عني. اذا كنت عايزني اروح لها بنفسي واستسمحها هروح، مش هتاخر، بس المهم ترجع لبيتها. انا هريحكم كلكم مني. حضرتك رايح فين؟ لازم ابعد شوية. تبعد؟ تبعد فين؟ يعني هقعد في العزبة مؤقتا. ليه يا بابا؟ لازم ابعد، محتاج اني اقعد مع نفسي وافكر واعيد حساباتي في امور كتير. ايوه يا بابا، لكن اعتذر لوالدتك. انا مش عارف اللي عملته معاها صح ولا غلط، ومين فينا اللي على حق. يعني
خلينا بعيد عن بعض شوية لحد النفوس ما تهدى. طب أنا ممكن أصالحكم على بعض؟ ما تتعبيش نفسك، كل ما بنحاول نقرب بنبعد أكتر والجرح بيزيد. طب أنا حاجة مع حضرتك العزبة. خليك أنت حبيبتي مع والدتك وجوزك، بس بيكلميني بالتليفون عشان أطمن عليك وعلى أخوك. المفاجأة الحلوة دي. الله، أنا مش لسه امبارح الظهر مكلماكي وقايلالي لسه بدري قبل ما تيجي الجمعية؟ أصل مختار سافر العزبة يغير جو كام يوم، قلت هقعد في البيت لوحدي أعمل إيه؟ أديني بشغل نفسي. عندك حق، الحمد لله على السلامة من الحاجة. الله يسلمك يا جميل، أنا عايزة كشف كل ما ليه متصرف وإيراد الجمعية ويكونوا على مكتبي قبل آخر النهار. أمرك يا مريم. أنا عارفة إن نشاط الجمعية متوقف بقاله فترة، لكن ان شاء الله هنرجع زي الاول واحسن. يا ريت يا حكمت، لحسن في جمعيات كتير جديده منشاه بعدينا، يعني ما بقالهاش كام شهر وبالرغم من كده مسمعه في كل حته بعد ما كنا احنا الوحيدين اللي في الصوره. انا بفكر اعمل حمله دعايه كبيره في الجرايد والمجلات والتلفزيون كمان. وهتعملي الحمله دي كلها منين اذا كان الجمعيه ما فيهاش 10,000 جنيه على بعضيهم في حسابها، وطول ما انت غايبه عمالين نصرف على نشاط الجمعيه ومفيش مليم واحد دخلنا. انا عارفه حمله الاعلانات دي مش هتكلفنا جنيه واحد، دي هتمول من رجال الاعمال. ازاي يعني؟ الجمعيه هتعرض على عدد من رجال الاعمال الكبار ان اساميهم واسامي شركاتهم تنزل مع اعلانات الجمعيه، وده هيكون نوع من الدعايه المضاعفه ليهم، وطبعا هم هيدفعوا الاعلانات دي، ده الى جانب دعمهم لبعض انشطه الجمعيه. فكرة هايلة وممتازة، بس مين بقى اللي هيقنعهم ويخليهم يطلعوا دفتر شيكاتهم ويمضوا؟ أنا. أنت يا حكمة، أنت عمرك ما عملتي حاجة زي دي. ما أنا ناوية أعمل اللي عمري ما عملته. أدخل. أهلا. أهلا مدام حكمة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شهيره الشافعي صحفيه. اهلا وسهلا. مواعيدك مظبوطه بالثانيه. انا اقدر اتاخر على حضرتك؟ اتفضل. ازاي مختار بيه؟ كويس. انا عارفه ان انت مشغوله وانا مش هعطلك، ده كتيب بتاريخ الجمعيه وانشطتها من يوم ما انشات. احنا من اهداف الجمعيه اننا بنهتم بنظافه البيئه وتحسين المعيشه في المناطق العشوائيه، ده هدف نبيل ورائع. احنا طبعا بناخد إعانة من وزارة الشؤون، لكن هي إعانة قليلة ما بتكفيش، وكمان بناخد تبرعات مادية وعينية من بعض الشركات والمؤسسات والأفراد. وفي الفترة اللي جاية عايزين نتوسع في نشاط الجمعية، وطبعا هنحتاج فلوس أكتر. طبيعي طبعا. وأنا بقى محتاجة لمساعدتك في الهدف النبيل ده. وأنا تحت أمر حضرتك، بس إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا محتاجة يتعمل أكتر من ريبورتاج عن أنشطة الجمعية وتسليط الضوء عليها في أكتر من جريدة ومجلة. وأنتِ طبعًا باعتبارك صحفية مشهورة ومعروفة وليكي اتصالات بزملائك الصحفيين، هتقدري تقنعيهم إن هم ييجوا الجمعية ويكتبوا عن أنشطتها المختلفة، وده أكيد هيزود في التبرعات. أنا سبتهم والصحفية بتعمل حوار مع حكمة عشان تنزله في الجورنال كبداية لحملة الدعاية اللي هي عايزة تعملها. واضح إنها جاية وعاملة كل استعداداتها ومرتبة كل حاجة، يعني مش جاية بشكل مفاجئ زي ما هي بتقول. غريبة نشاطها المفاجئ ده. فعلا غريبة، خصوصا حكاية سفر جوزها للعزبة عشان يشم هوا. مش لازم كانت تبقى جنبه؟ ده الراجل لسه عامل عملية تغيير شرايين في القلب ما بقالهوش كام شهر، يعني كان لازم تروح معاه ترعاه وتاخد بالها منه. هي أدرى بظروفها
لكن مش كان المفروض انها تبلغ كل اعضاء مجلس اداره الجمعيه بالتخطيط بتاعها الجديد وتاخد موافقتهم؟ وهي من امتى بتعمل حساب لاي حد؟ انا طول عمري بقول انها بتحب تكون هي في الصوره لوحدها والاضواء كلها عليها بالنسبه لنشاط الجمعيه، لكن المره دي الحكايه اوفر قوي. تفتكري ايه السبب؟ اتفضل. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. اتفضل. تشرب ايه؟ كفايه اني شفتك وانك جات نشاطك تاني في الجمعيه. انا كنت متاكده انك مش هتتاخر. معقوله تطلبيني او تتصل بيا واتاخر عنك؟ انا تحت امرك في اي حاجه، ويهمني اكون اول المتابعين للحمله اللي كلمتين عنها للنشاط الخير للجمعيه، وده شيك بربع مليون جنيه. ده كتير قوي. مفيش حاجه في الدنيا تكتر عليك. ده شيك مبدئي، بعد كده هيوصلك شيك تاني بالمبلغ اللي تطلبيه. يا ريت كل رجال الاعمال كانوا زيك. اخبار مختار بايه؟ الحمد لله كويس. طول ما انت كويسه دي اهم حاجه عندي في الدنيا. مش هتسمحي لي اعزمك انت ومختار بيه على رحله باليخت بتاعي في الغردقه وشرم الشيخ؟ ان شاء الله لما الظروف تسمح. وانا تحت امرك في اي وقت وفي اي حاجه. قراري الاخير انا لسه ما قلتوش، لكن هتسمعوا دلوقتي حالا. تحت امرك يا باشمهندس. سناء، الفاكسات دي تبعتيها فورا. في ثلاثة منها لليابان واتنين لكوريا وواحد لأمريكا. هتلاقي عليهم أرقام الفاكسات اللي هتتبعت لها. اليابان وكوريا وأمريكا بخصوص إيه يا باشمهندس؟ وأنت مالك؟ أنت بتسألي ليه أصلاً؟ أنت بتنفذي اللي أنا أقول لك عليه وبس. وبعد كده تسيب الفاكس مفتوح على طول عشان نستقبل الردود. اتفضلي. حاضر. أوضة الكاميرا دي يا فارس. حاضر بس. محمد هات لي اللمبة دي شوية. ايوه. مدام حكمت، انا مش شايفه ضروري الاسئله اللي حضرتك اضفتيها، انا حاسه انها خارج موضوع الحلقه. بالعكس، دي في صلب الموضوع. خلاص اللي تشوفي. منار، ايه؟ ما جهزتيش ليه؟ احنا مش اتفقنا ان انت هتظهري مع ماما في الحلقه؟ لا يا هديل، انا وجودي ملوش لازمه. اعرف عليكي اكتر. عن اذنكم، انا اصلي عندي صداع. هي مالها؟ ابدا، ما انت عارفه صاحبتك. اتفضلوا يا اساتذه، جاهزين للتصوير. ما خلصت تصوير؟ لا، دول يا دوب هيبداوا. بقول لك ايه؟ ايه الحكايه؟ ده تالت برنامج والدتك تصوره خلال اسبوع، ده غير بقى المواضيع اللي في المجلات والجرايد. دي والدتك بتطلع في المجلات والجرايد اكتر ما بطلع انا. ايه الموضوع؟ مالك يا منور؟ لا ابدا. لكن انا بقى عارف. عارف ايه؟ هو فعلا انت ليكي حق تزعلي. انا عن نفسي مستغرب، انا كنت فاكر ان العكس هو اللي هيحصل. لما والدك يسيب الفيلا ويروح يقعد في العزبه، اتاري بقى والدتك هي اللي مخططه علشان توزعه علشان تعيش حياتها براحتها. واحنا الحمد لله نجحنا في ان اكتر من رجل اعمال وطني يشارك في نشاط الجمعيه الخيريه ويساهم في انشطتها. واحنا في الخطه اللي جايه ان شاء الله هنتوسع في الانشطه دي وهنقدم خدماتنا في مناطق جديده. وانا بدعو كل صاحب شركه وكل قادر ورجل اعمال انه يمد لنا ايد المساعده عشان احنا كمان نقدر نمد ايدينا بالمساعده والخير للاخرين. مدام حكمت، المتابع لنشاط حضرتك الخيري والاجتماعي في الفترة الأخيرة يلاحظ أنه تضاعف بشكل ملحوظ، مش بس في جمعيتك ولكن في جمعيات أخرى وأنشطة عديدة ومتنوعة. يا ترى إيه مفهومك للعمل الخيري والتطوعي؟ مفهومي للعمل الخيري والتطوعي أنه واجب إنساني ووطني في المقام الأول،
نوع من رد جميل للمجتمع اللي له حقوق كتير علينا. طيب زي ما بنقول دايما انه وراء كل رجل عظيم امرأة، هل حصل معاك العكس؟ يعني نقدر نقول في حالتك انه وراء كل امرأة عظيمة رجل؟ فعلا هو وراء كل رجل عظيم امرأة بتساعده وبتنكر ذاتها عشان تخليه عظيم وناجح، لكن مش وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. ازاي يا مدام حكمت؟ ما تنسيش ان احنا في مجتمع شرقي، والراجل ما يحبش ابدا ان مراته تبقى انجح منه ولا احسن منه، بيحس ان ده في نوع من الاهانه لكرامته ورجولته، واحيان كتير بدل ما يدفعها لقدام بيشدها لورا. عشان كده انا بقول ان مش وراء كل امراه عظيمه راجل هو سر نجاحها.